المرء ليس بجسده، المرء بقلبه. ولهذا شيء عظيم ينفعك يوم القيامة لا هو الطول ولا هو العرض ولا هو الميزان ولا هو الجمال ولا هو الجاه ولا هو السلطان. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيامها سرعان ما تنقضي وتذهب، خضرة حلوة كما جاء في صحيح مسلم، هذه الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. لا إله إلا الله. أين الذين كانوا قبلنا؟ أين الذين قال أحدهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أين الفراعنة؟ أين الأكاسرة؟ أين القياصرة؟ أين الجبابرة؟ كلهم تحت الثرى، كلهم تحت التراب. ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. اعلم يرحمك الله باليقين أنه لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. اعمل لدار غدا، اعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن ناشيها. ما هي الدنيا؟ لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. جاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت وأن الله لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، تهرب تفر، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور يوم القيامة، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، هذا يسوقها إلى الله وهذا يشهد عليها بما قدمت. أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. كلا كلا، إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وين الطبيب؟ أحضر سيارة الإسعاف على الفور، لا تأخذه إلى المستشفى العمومي، خذه إلى عيادة كبيرة وفيها كل الوسائل الحديثة من الآلات الطبية. انظروا في أمره، وقيل من راق، من يداويه، من يعالجه؟ وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. لا إله إلا الله. حضرت الموت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. اتعظ، هذه المواعظ التي تردك إلى ربك، الموعظة التي تجعلك تترك الذنوب والمعاصي والسيئات، الموعظة التي تفتح قلبك من جديد فتعيش الإيمان والعمل الصالح. قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأنتم حينئذ تنظرون. جاءته الموت
وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم.